السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، عدنا إلى وحدة المجسمات لنكمل الدرس السابع وهو معامل التغير. النتاجات المتوقعة في هذا الدرس أن يستقصي الطالب تأثير التغير في أبعاد المجسم على حجمه ومساحة سطحه. الآن افتح كتابك عزيزي الطالب على صفحة 122 لنرى المثال الأول. كرة نصف قطرها 7 مليمتر تتمدد بفعل الحرارة بشكل منتظم محافظة على شكلها بحيث يصبح نصف قطرها 21 مليمتر. عزيز الطالب انتبه إلى الكرتين المرسومتين. هذه الكرة نصف قطرها 7 مليمتر تمددت بفعل الحرارة ليصبح نصف قطرها 21 مليمتر. أول شيء حتى نستطيع الحصول على معامل التغير نقسم نصف قطر الكرة بعد التمدد على نصف قطر الكرة قبل التمدد. بعد التمدد عندما تمددت أصبح نصف قطرها 21، اقسم على نصف قطر الكرة قبل التمدد على 7 يساوي الجواب 3 سنتي متر. هذا معامل التغير. الآن طلب في السؤال حجم الكرة قبل التمدد وحجم الكرة بعد التمدد. ما في أي صعوبة أبداً يا تامر، فوراً بتنفذ قانون حجم الكرة. حجم الكرة 4 أثلاث باي نون قاف تكعيب. ليش استخدمنا 7 هون؟ لأنه نصف الكرة قبل التمدد كانت 7، فضربنا 4 أثلاث ضرب 7 قوة 3. لاحظ 7 قوة 3 تعني 7 ضرب 7 ضرب 7. اضرب 4 في 7 في 7 في 7 ثم اقسمها على 3، أو أنا ضربت لكم البسط ثم كتبت لكم تقسيم 3 وأبقيت الباي كما هي مليمتر مكعب. الآن لإيجاد حجم الكرة بعد عملية التمدد فقط نقوم بتطبيق القانون، لكن الآن أصبح نصف القطر كم؟ 21 مليمتر. ضربنا 4 أثلاث باي نون قاف تكعيب بحيث عوضنا محل نصف القطر 21، فأصبح لدينا 4 ضرب 21 ضرب 21 ضرب 21 مقسومة على العدد 3 وأبقينا الباي كما هي. في عنا تامن خطوة واحدة بإمكاني أن أجد فيها حجم الكرة بعد التغير، وهي معامل التغير تكعيب ضرب حجم الكرة قبل التغير. ليش كعبنا طب معامل التغير؟ معامل التغير مش طلع عنا بالخطوة الأولى تامن 3؟ طب أنا ليش أخذت تكعيب؟ لأنه بحثنا الآن على حجم. بعد شوي بس نروح على المساحة منصير نحكي معامل التغير تربيع. طبعاً ضرب حجم الكرة قبل التغير اللي هو هذا الجواب. هلأ بتحكي لي طب أنا لو قارنت وكعبت 3 ضرب 3 ضرب 3 وضربتها بحجم الكرة قبل التغير، هل ستعطيني هذه الإجابة؟ نعم يا تامن ستعطينا نفس الإجابة. تعال معي تامن على تدريب 1 صفحة 123. خلينا ناخذ السبوت لايت ونشوف أنا وياكم. تعمل كرة ثلجية نصف قطرها 20 سنتيمتر أخذت بالذوبان، عم تتقلص تامن بشكل منتظم محافظة على شكلها بحيث أصبح نصف قطرها 10 سنتيمتر. جد كل مما يأتي بده معامل التغير وحجم الكرة بعد الذوبان. اسمعوا هلا اللي يأتي أصبح طبعا فيها نصف القطر 10 سنتيمتر. تامن معامل التغير دائما نفس الخطوة حتى نستطيع عملية إيجاده. نصف القطر بعد الذوبان على نصف القطر قبل الذوبان. ارجع لنص السؤال تامن، كم أصبح نصف قطرها بعد الذوبان؟ 10 سنتيمتر، حطيت 10. كم كان نصف قطرها قبل الذوبان؟ 20 سنتيمتر، عوضت 20. شيل صفر من فوق وصفر من تحت بالاختصار، يبقى لدينا نصف. هذا هو معامل التغير. الآن القانون البسيط اللي بنقدر نستخدمه لمعامل التغير هو حجم الكرة بعد الذوبان تساوي معامل التغير ضرب حجم الكرة قبل الذوبان. دائما بعد الذوبان يساوي معامل التغير ضرب حجم الكرة قبل الذوبان. هلا كم طلع لنا معامل تغير؟ نصف. بس ليش كعبنا؟ شو حكينا قبل شوية تامن؟ إذا كنا نبحث عن حجم نقوم بعملية التكعيب، إذا كنا
كنا نبحث عن مساحة سطح نقوم بعملية التربيع. الآن نصف تكعيب ضرب، طبعا حجم الكرة كلكم عارفين قانونه، 4 × 3 × ق تكعيب. تعالوا أنا وياكم نطبق تطبيق مباشر. نصف تكعيب تعني يا ثامن نص ضرب نص ضرب نص اللي هي 8 ضرب 4 × 3 × محل نصف القطر قبل الذوبان كم كانت؟ ارجع لنص السؤال، كانت قبل الذوبان نصف قطرها 20 سنتي متر. أنا فكيت لكم ال 20 تكعيب إلى 20 ضرب 20 ضرب 20، اختصرت يا ثامن أول شيء 4 × 4 = 1، 8 × 4 = 2، ثم قمت عملية الاختصار ما بين 2 وما بين 20، 2 × 2 = 1 و20 × 2 = 10، وعند عملية الضرب حصلت على 4 × 3 × 3 باي سنتيمتر تكعيب. ولاحظ يا ثامن بأنه لا داعي لفك الباي أبدا، هو عملية تطبيق مباشر ولا داعي أبدا لأن تقوم بفك الباي بإحدى القيم، إما لأنها النسبة التقريبية ل 22/7 أو 3.14%. حافظ على الباي كما هي. الآن اذهب إلى مثال واحد صفحة 123، انتبه معي، أو مثال 2 أنا آسفة. كرة من المعدن نصف قطرها 3 سنتيمتر، أخذت تتمدد بفعل الحرارة في لحظة معينة. ثامن عنا كرة من المعدن أصبحت تتمدد، يعني توسعت بفعل الحرارة، كم كان نصف قطرها؟ 3 سنتيمتر. كم أصبح نصف قطرها؟ 6 سنتيمتر. كيف نوجد معامل التغير يا ثامن؟ صار كثير سهل عليك تعرف إنه معامل التغير هو نصف قطر الكرة بعد التمدد تقسيم نصف قطرها قبل التمدد، يعني أصبحت 6 × 3 يساوي معامل التغير 2 كما هو مبين لدينا. خليني أشير لكم كمان مرة عليها، معامل التغير أصبح لدينا يساوي 2، قسمنا 6 × 3 يساوي 2. الآن طلب شيء ثاني ثامن، طلب مساحة سطحها لحظة أصبح نصف قطرها 6 سنتيمتر. هلأ أنا بإمكاني ثامن أختصر المكتوب بخطوة واحدة، أنا رح أرجع لكم على المكتوب. لاحظ أن مساحة سطح الكرة بعد التغير معامل التغير قمنا بتربيعه. ليش قمنا بتربيعه؟ لأني بحثت عن مساحة ضرب مساحة سطح الكرة قبل التغير. 2 × 2 = 4 ضرب مساحة سطح الكرة قبل التغير اللي هي 36 باي. اللي هون عمله يا ثامن هو طلب مساحة سطحها لحظة أصبح نصف قطرها 6 سنتيمتر. هون طبق قانون مساحة سطح الكرة اللي هو القانون 4 باي ن ق تربيع. قبل التغير وضع محل نصف القطر 3، بعد التغير حط نصف القطر 6 حتى يظهر لنا الجواب 144 باي سنتيمتر مربع. الآن ننتقل يا ثامن إلى تدريب 2 صفحة 124، بالون كروي الشكل مساحة سطحه 125 باي سنتيمتر مربع. مساحة سطحه أخذ يتسرب منه الهواء، إذن إيش ماله عم بصغر؟ ثامن بقي محافظا على شكله الكروي وفي لحظة ما أصبح نصف قطره 2/3، نصف قطره السابق جد مساحة سطحه عند تلك اللحظة. أصبح هون عندنا معامل التغير يا ثامن أعطاني إياه بالسؤال، عندما أصبح نصف قطره السابق 2/3 قصد فيها معامل التغير. أما بالنسبة لمساحة السطح بعد تسرب الهواء هو معامل التغير تربيع، لأنه بحث عن مساحة، فثلثين تربيع ضرب مساحة السطح قبل تسرب الهواء أعطاني إياه جاهزة بالسؤال ثامن 125 باي. الآن 2/3 × 2 اللي هي 2/3 × 2 = 4 أجزاء، هيها ثامن هون ضرب 125 باي، فقط اضرب 4 × 125 تطلع عنا 500 باي على 9 سنتيمتر مربع. الآن لننتقل
إلى تدريب آخر. يا تامن، لدينا بركة سباحة اسطوانية الشكل نصف قطرها 7 متر وارتفاعها 4 متر، تم عمل توسعة لها بحيث أصبح نصف قطرها 14 متر وارتفاعها 8 متر. أكمل الجدول الآتي. هلأ الجدول تامن، كل فراغ عندنا بيختلف عن الآخر. أول شيء، معامل التغير بنقدر بكل بساطة نلاقيه عن طريق نصف القطر. كيف يعني؟ نصف القطر بعد التوسعة كان 14، شو علمتك أنا قبل شوي؟ اتفقنا إنه دائماً نقسم نصف القطر بعد التغير على نصف القطر قبل التغير. هلأ إحنا 14 على 7 تساوي 2 سرعة الخطوة الأولى بكل بساطة، وبناء على ذلك بدنا نبني عليها بقية الشغلات. بالنسبة للارتفاع 4 ضرب 2 سرعة 8 لأنه معامل التغير 2. محيط القاعدة 44 ضرب 2 سرعة 88. بالنسبة للمساحات والحجم هون في اختلاف. ليش؟ لأنه معامل التغير مرة بدنا نربعه ومرة بدنا نكعبه. إذا طلب منا مساحة بدنا ناخده تربيع، إذا طلب منا حجم بدنا ناخده تكعيب. تعالوا نشوف هون يا تامن. هلأ أنا أعطاني 616 مبينة عندك بالجدول موجودة، لكن مساحة القاعدة مش موجودة. كيف طلعنا طيب المية وخمسة وأربعين؟ تعالوا شوفوا معي بكل بساطة. مش إحنا حكينا بعد التوسعة دائما تساوي معامل التغير، طبعا أخذتها مربع لأنها مساحة، ضرب اللي هي مساحة القاعدة قبل التوسعة. هلأ أنا عملتها على شكل معادلة تامن، حكيت 616 تساوي 2 قوة 2 اللي هي 4 ضرب س، قسمت الطرفين على 4 طلع معاي الجواب 154 اللي هو موجود في الأعلى. طيب تعالوا نكرر الإجابة في المساحة الكلية. اتركوا المساحة الجانبية، المساحة الجانبية 176 ضرب 2 بتطلع عنا بكل بساطة ضرب طبعا اللي هي 2 تربيع اللي هي معامل التغير. أما بالنسبة للمساحة الكلية نفس الخطوات اللي قبل أخذناها على شكل معادلة. تعالوا معي نعيد الشرح. بعد التوسعة اكتبوا الجواب هيو عند المؤشر تامن. 1936 تساوي 2 قوة 2 ضرب س. أنا ما بعرف هذا الجواب اللي طلعت لكم إياه. 2 قوة 2 اللي هي 4، قسمنا الطرفين على 4 طلع الجواب معاي 484 المساحة الكلية. أما بالنسبة للحجم دائما يا تامن بعيد، دائما الحجم قبل التوسعة يساوي معامل التغير تكعيب اللي هو 2 تكعيب ضرب الحجم طبعا الموجود عنا قبل التوسعة. الحجم بعد التوسعة يساوي معامل التغير طبعا مكعب أو تكعيب ضرب الحجم قبل التوسعة. مشان هيك طلع معنا الجواب 4928. ننتقل ثامن إلى تدريب 3 صفحة 125. قالب من الثلج أسطوان الشكل حجمه 36 باي سنتيمتر مكعب. أعطاني الحجم الموجود لقالب من الثلج على شكل أسطوانة. أخذ بالذوبان يعني تقلص بشكل منتظم، أصبح معامل التغير 2 بالعشرة. لا، أعطاني هون معامل التغير جاهز بس بده حجم القالب في تلك اللحظة. شو بنعمل ثامن؟ بنقول حجم القالب في تلك اللحظة معامل التغير تكعيب. طب ليش أخذنا تكعيب ثامن؟ لأنه يبحث عن حجم ضرب اللي هو حجم الإسطوانة قبل الذوبان اللي هي 36 باي. 2 بالعشرة تكعيب تعني يا تامن 2 بالعشرة ضرب 2 بالعشرة ضرب 2 بالعشرة اللي هو 8 من 1000 ضرب 36 باي يساوي بعد الضرب 288 من 1000 باي سنتيمتر مكعب. أعزائي طلبة الصف الثامن، دمتم بألف خير، حماكم الله. لديكم واجب بيتي السؤال الأول والثاني والثالث صفحة 126 من كتابك المدرسي. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.